قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيتام في حائل فقدوا من يرعاهم، فكن أنت اليد الحانية، فرج همهم وارسم البسمة على وجوههم وكن عونا لهم ثم هنيئا لك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. سهمك في وقف أيتام حائل لحياتك نماء ولليتيم عطاء. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.